بمناسبة بقى الأهلي والزمالك والسوبر، عندنا طبعا النهاردة كان في المؤتمر الصحفي لإعلان السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي الحبيب الشقيق، وكان مؤتمرا رائعا كعادة برزنتيشن، ورئيسها الأستاذ منتصر النبراوي والاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة من مجلس أبو ظبي، وشيء رائع جدا جدا. تعالوا نشوف بعض اللقاء. الله يكون مفيش اروع من كده. هنقول اتفاق، زي ما قلنا احسن كلمه اتقالت اتفاق مش مفاوضات، احنا بنتكلم مع اخواتنا. كل ما نرجوه ان شاء الله ان تطلع مباراه تليق بالكره المصريه وبمكانه الكره المصريه. الناس قاعدين في التريننج شغال كله، الناس من الفار وفد من الفيفا موجود بيمرن الناس علشان يبقوا معتمدين ان هم يشتغلوا على الفار. ان شاء الله بنوعد في القريب العاجل جدا 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 هيبقى اعلى تكنولوجي موجوده في الدنيا كلها موجوده، هو اللي احنا جايبينه. مباراه الاهلي والزمالك في الدوري والكلام انها تقام في ابو ظبي، انا ما قلتش الكلام ده، والكلام ده اجتهادات من ناس، حتى اللائحه لا تسمح بالكلام ده، فما ينفعش طبعا يعني. عوده الجماهير والله العظيم احنا عاملين اللي علينا، بس هي زي ما حضرتك عارف في عوامل كتير جدا جدا. ان شاء الله اللي انا شايفه ان الفتره اللي جايه هتشهد عوده جماهير، اتمنى. كابتن حسام بينزل يروح استاد السلام وبيروح هنا، لازم يشوف اللعيبه اللي هم الكيان الاساسي بتاع المنتخب بتاعه، ولازم الوقوف على مستوياتهم. فطبعا مباراه السوبر في قطر ما بين الزمالك والترجي، هل الاتحاد دخل فيها او وصل اي مخاطبات رسميه من نادي الزمالك بعدم اللعب؟ انا هذا شان يخص نادي الزمالك وبينه وبين الكاف، وانا اتحاد الكره مش طرف يعني. حدث جيد للكره المصريه، يمكن يعني في التفاوض احنا اتكلمت وقلت بامانه يعني بكل شفافيه، انت ما تفاوضتش، انت كان في شراكه، فانت وانت بتقترح حاجه بتلاقي الجانب الاماراتي. مجلس ابو ظبي الرياضي طبعا المتمثل في السيد عارف العواني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، تلاقي الامور سهله جدا، ما خدتش اكتر من 10 دقائق. الجانب احنا عندنا الاتحاد المصري هيدخلوا دخل كبير جدا من التذاكر اللي احنا قمنا ببيعها طبعا او بالتنازل عنها للجانب الاماراتي مقابل مبلغ كبير جدا. قيمه الجوائز ارتفعت جدا، الفاسيلتيز اخذناها اكتر، فانت مش في تفاوض ولا شطاره، انت في شراكه، وان شاء الله هيبقى ايفنت وهيبقى يوم خير للكره المصريه. بالتاكيد هي مباراه مهمه بين فريقين كبار، الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، من اعرق الفرق في العالم واكثرهم شعبيه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نؤدي كل ما علينا عشان نظهر بالشكل المشرف، وعندنا الثقه دايما في دوله الامارات بحكومتها ومؤسساتها في تنظيم مباراه تليق بالكره الاماراتيه والكره العربيه. انا شايف ان نتيجه للموسم اللي فات كان فيه ضغط مباريات، ويمكن نادي الزمالك حقق موسم رائع، نافس في جميع البطولات وحصل على معظمها، وبينافس في المركز الى حد اخر مباريات على بطوله الدوري، ده اثر في الموسم ده. لكن اعتقد ان الفرقه ابتدت تعيد تماسكها بشكل سريع جدا، ان شاء الله تكمل ونفضل على المستوى ده ويتحسن كمان. الزمالك متمسك بعد باللعب، ده قرار مجلس اداره برفض اللعب في دوله قطر للاسباب الموضوعيه اللي بنقولها. احنا ما بنقولش كلنا بنتمنى لعب مباراه السوبر مع فريق كبير زي فريق الترجي، لكن اكيد سلامه البعثه اهم منها.